بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إقرار قانون الحشد الشعبي هناك سعي من أجل تكييف الوضع الإداري والقانوني لمجمل وضع الحشد سواء بالنسبة للمنتسبين أو بالنسبة إلى التشكيلات. تم تشكيل لجنة وتم تكليفنا برئاسة هذه اللجنة تضم أعضاء من مديريات هيئة الحشد الشعبي بالنسبة سواء الإدارة المالية القانونية التخطيط وكذلك ممثلين عن بعض الجهات ذات العلاقة كمجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء. سنبحث في هذه اللجنة كل ما يتطلب من تكييف الوضع الإداري والقانوني لهيئة الحشد الشعبي من إعداد مشاريع قوانين كمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي وكذلك قانون الرواتب والأنظمة والتعليمات التي تحتاجها هذه القوانين لتنفيذها باعتبار أنه اليوم قوة الحشد الشعبي وفق هذا القانون هي قوة رديفة إلى ضمن المنظومة الأمنية وبالتالي هي بحاجة إلى تقنين كل وضعها أن تكون مطابقة للقوانين وكذلك أن تتحول إلى تشكيلات تضم ضمن هذه الهيئة سواء بالنسبة للمقرات أو الصنوف والتشكيلات القتالية. وهذا الدور التكامل أنا أعتقد سيمكن هذه القوات أن يكون أداها بشكل أفضل باعتبار ينسجم مع القانون وفي نفس الوقت يتطور من ناحية التنظيم والإدارة.